ديانج وموليكا ممكن في صفقه تبادليه؟ بالفعل احنا عايزين نتكلم على الموضوع ده بالتحديد. خلال الايام الماضيه كان في كلام ان ديانج هيكون في صفقه تبادليه مع موليكا. انا تواصلت مع المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي اللي هو كازانج، قلت له نصا دلوقتي في كلام كتير ان في ديانج، هل فعلا انتوا طالبين ديانج؟ قال لي بالنسبه لمعلومه ديانج، احنا مش ديانج مش ضمن حساباتنا اصلا، ما بدخلش حسابات الفريق، احنا عندنا اكتر من لاعب في نص الملعب ومش بحاجه ليه. طيب سالته تاني، طب هل في صفقه تبادليه اللي انتوا تسهلوا انتقال موليكا للنادي الاهلي علشان دي وتاخدوا ديانج؟ قال لي احنا بالنسبه لنا انا مستغرب جدا من احد المقربين من النادي الاهلي وبيطلع في الاعلام ويتكلم خلال فتره يناير ان الاهلي عايز يضم موليكا. الكلام ده ما حصلش. الراجل في تركيا قال لك احد المقربين من النادي الاهلي بيطلع في الاعلام؟ احد المقربين داخل النادي الاهلي ويعني في لجنه التخطيط. ما كانوش في نفسه تمام؟ بالظبط في اللجنه، في اللجنه شركه الكوره في النادي الاهلي. تمام؟ كده اكيد وصلت لحضرتك. اهلاوي. ايه؟ سيبنا من دي، سيبنا بس انا هكمل الحته دي. الراجل يعني الراجل ده بتركيا ومعانا هو انت فاهم السوشيال ميديا وكده كل حاجه بتوصل. يعني موليكا هكمل لحضرتك. فهو قال لي انه في يناير الاهلي ما فيش حد تواصل رسمي من النادي الاهلي. اللي حصل ان احد الوكلاء اتكلم على موليكا والموضوع اتقفل، لان احنا طلبنا 4 مليون يورو في حاله الاعاره و8 مليون يورو في حاله البيع. الاهلي ما ردش علينا والموضوع اتقفل تماما. هو لازم ما يردش عليهم بالظبط، فالموضوع اتقفل. فهو مستغرب ان ده كان بيتقال في الوقت ده. معنى كلامك ان ما فيش ديانج هناك، هم مش طالبينه؟ مش طالبينه. ولا في موليكا هيبقى لسه هكمل لك. قلت له طب بالنسبه لموليكا؟ قال لي لا، موليكا احنا ما بالنسبه لنا موليكا مش هنفرط فيه، هو لعيب اساسي بالنسبه لنا. وتاني حاجه، موليكا في احد الوكلاء معاه عرض من الدوري الفرنسي وعرض من الخليج. فهو وقت ساعتها لو الاهلي هيقدر يلبي الطلبات اللي هم عايزينها ما عندهمش مشكله، بس هل الاهلي يقدر يدفع الطلبات دي؟ مستحيل. بس هي دي يعني اذا موليكا من نادي بشكتاش نفسه. موليكا خارج الحسبه وديانج خارج الحسبه. بالظبط، ده بالنسبه لكازانجي المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي.